كاين شي دوله في افريقيا ما قالتليش الله يجازيك بخير الا ما خصنا نديرو تكوين للناس وتكوين للمسائل كتشوفوها كنمشيو كيجمعوا كاع القطع التعاضد الاجتماعي عندهم وكيقول لك هذا النموذج ديال التعاضد ديال العامه وديال التعاضد المغربي بغينا نديروه داخل 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 منظومه ديال الحمايه الاجتماعيه عندهم. كنقول كيفاش هادوك باغيين ينقلوه؟ وديك المره الا تبعتوا معنا درنا ان سي ديفن هنايا ذات الامم المتحده داكشي للمهاجرين ياك وطلبوا من التعاضد العام باش دير شوف التعاضد العام العالم كله تعاضدي جاو التعاضد العام باش دير سين ديفن ديالها حول النموذج ديالها باش يختاروا النموذج ديال التعاضد العام باش يولي نموذج ديال التغطيه الصحيه بالنسبه للمهاجرين في الدول كلها ديال العالم. وعلاش هذا النموذج ما ياخذوش مثلا تويتو كما قلت الرياضيين ويديروه؟ علاش ما ياخذوش مثلا المثقفين ويديروه؟ علاش ما ياخذوش يعني كنقول هذا الشيء علاش قلنا حنا؟ علاش بغينا نفتحوا على هادو؟ باش قلنا اولى المغاربه هذا نموذج ديالهم وديال المغاربه وهما اللي داروه ايوا ما اولى به باش يستافدوا منه باش يكون على الشق الاجتماعي مثلا حنا التعاطفيه ما تخدمات كثيره الناس في قرى نائيه البرامج الطبيه باش الصحه عندنا كان الاخ قال بان القوافل الطبيه هما كيبغيو يتفطوا في القضيه ديال القوافل الطبيه كيديروا الجمعيات. حنا في التعاضد ديال عامه حنا تعاضديه عامه للموظفين الاداره العموميه. واحد عندي في بلاد جيت كنقطعت له واش كيستنى منه؟ كيستنى منه الخدمه كندير نص النهار. بغيت ندير مكتب القرب ما بقيتش كندير مكتب القرب عندي هما ماشي بزاف. جيت ندير الجهويه الصحيه عنده ما بقيتش نديرها لان ساكوت الدولار. ولكن قد ندير اينيتي موبيل اللي تقد تمشي حتى لعندو باش يستافد من حقه. علاش يجي عندي حتى للرباط يخسر 600,000 فرنك باش يجي ويمشي باش يدوز عندي ب 80 درهم ولا ب 90 درهم؟ علاش انا من 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 ما نحيدش عليه هاد المشاق ديال السفر والمصاريف ديال السفر ونمشي حتى لعندو ونوصل له ويدوز ديك 80 درهم ولا 90 درهم اللي كيدوزوا بها كاع. دونك هذه تقريب الخدمات عبر اينيتي موبيل وماشي راه ماشي حمل الطب. وما يمكنش شي واحد يجي عندي يقول لي خصك الترخيص ديالو لان انا عندي الترخيص ديال المؤسسه. انا ماشي شخص ذاتي معنوي. انا شخص معنوي الا جيت كل حاجه ناخذ لها يعني مول الرباط يجي يدوز سبحان الله العظيم واحد مول بني تجي خصني ندير له الترخيص. خصني غير نعرف واش الناس عندنا كاملين المواطنه في المغرب كامل ولا كل واحد عنده مواطنه في شكل. راه الناس ما كيفهموش واش كيديروا. راه هذا سميتو مغربي كامل المواطنه خصو يستافد نفس الاستفاده في كل مكان. الا كان هذا اللي في الرباط خصو ترخيص حتى هذاك اللي بيجي خصو ترخيص. الا كان هذا كيجي ويستافد ويمشي بحاله حتى الاخر خصنا نوصلو الخدمه عنده ويستافد منه. عدل المجاليه. عدل المجاليه. حنا داك الشيء اللي كنطبقوه يعني حتى هذا الشيء اللي كنطبقوه داخل في الفلسفه حتى الدولي وداخل في الفلسفه البلاد. ومني كنبغيو نديرو ما دخلت عليك بالله كيقول لك حنا كنضامنو. ايوا هي اللي كنضامن. واش السجناء ما نضامنوش معاهم؟ مواطن. مواطن ولا ماشي مواطن؟ مواطن. وخصو هاد الخدمات الصحية. علاش ما نعطيهاش؟ وأنا قادر نعطيها وما كتكلفني والو. أسيدي هذاك الجهد بغيت ندير ماشي شغل، أنا بغيت ندير ذاك الجهد، بغيت ذاك التكرفس اللي حنا نتكرفسوه. ولكن راه ماشي راه داخل الخدمة ديالي. ديال انني كنضامن مع المنخرطين ديالي لان كيكوتيزيو كنضامن مع المنخرطين ديال التعاضد ديال الشقيق حتى هما كيجيو يدوزوا عندنا والضامن مع المواطن المغربي اللي كيكون في هشاشه ولا اللي كيكون في وضعيه صعبه ولا اللي هو محتاج فيها شي عيب. لا اشنو خصنا نديرو فيها؟ وشكون اللي لا تقول لي شنو كان كنمشي ندير هاد البرامج ديال القرب وكنقول للسيد الكاتب العام دوز على الناس غندير له السناطه منها نقول له دوز. راهم الاطباء هما والاطباء حنا ما عندناش باش يكون في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. الطبيب اللي بغى يخدم معنا وبغى يدي هذا الاجر هو كنقول له اجي مرحبا بك. ما كان حتى واحد ما كان حرمه. اللي طلب الطلب ديالو باش يمشي معنا في شي برنامج طبي كنقول له بسم الله. عيب كعار كذا لقيت قلنا لهذا لا انت تابع لهذا ولا ما تابعش لهذا ولا داير كذا ولا عندك طبيب عنده الوريقات ديالو كيدير المسائل ديالو كيمشي. علاش غادي نحرم السجناء ما يديروش هادشي؟ نحرم المعاقين ديال مؤسسات اخرى باش ما يديروا ما نديرلهمش هادشي؟ شوفوا والمسائل الهشه باش نقول لكم باش حتى واحد يقول لك لا سياساوي سياسي ما كان شتي والله ما تقولنا السلطات المحليه بدل نجيو لهنا السلطات تقولنا هذيك القبيله هي اللي خاصها تمشيو لها هي اللي كنمشيو لها. وعلاش نقول لكم علاش؟ لان مشينا للقبيله غادي يجيونا ناس كبار كثار ما عندناش الامن.
دونك السلطه ملي كتقول لك سير تما كتوفر لك الامن. دونك كنمشيو كنخدمو على خاطر كدير هما اللي كيجيبوا لك الناس ديال القيادة المدنية والناس ديال كذا وانتم عارفين دي جوندار كيقدوا في المسائل وكيدوزوا الناس وكيمشيو في حالهم. كاين شي اشكال في هذا الشيء وماشي قوافل طبية الله يرضي عليكم حتى واحد ما كيكتب لنا قوافل برامج طبية للقرب بروكسيميتي في اطار المواطنة والمسألة المجالية. انا ما نعترف شوف انا ما نقدرش نكون رئيس ديال التعاضد ديال عامة والناس كيقتطعوا لهم وانا كنشوف هذا بريد جيت هذا في الرباط هذا في الداخل هذا كذا هادو كيستافدوا وهادو مساكين غير كنقتطعوا لهم باش يستافدوا هادو. يعني انا كنحيد لهذا من جلده باش يستافد هذا بوحده اللي في الرباط ليه مالو هذا هو بوحده اللي بنادم وهادو ماشي بنادم ما قدش ديروا هادشي. يعني الجمعيه العموميه ما تقدش دير هادشي وغادي تشوفوا بعينيك ما يقدرش يدير هادشي اللي خصو يهبط للعيون تصبح حتى يتفقس. وعلاش ما نديرش انا عيادات وانا عندي الامكانيات باش ندير عيادات زعما شنو هو يا وداخله في سياسه البلاد ونخليهم هكاك تسير الازيلا تسول حنا درنا عيادات الاسلام الازيلا سولها وهي ازيلا دابا تمشي لافران افران ياك افران كتمشي ولا كاملين وافران واش عندها عيادات الاسلام غير باش كن خصنا غير هذا هو علاش هنايا هذه الفلسفه نتاعنا حنا اللي جينا اليوم في بيت الوداد داخله في هذه الفلسفه هذه حنا بغينا باش كما قلتوا الاخوان حنا بغينا نحسبوا المسائل لا سياسيه وخا عارفين هذاك الشيء ما نحسبوها لا سياسيه ولا نقابيه ولا انتقاميه ولا كذا ولا هذه ولا ولكن بغينا حنايا نكملوا في المجال اللي مشينا فيه هو ديال التحسيس ديال التعبئه ديال اننا خصنا الناس من بعد غادي يفهم ويقول بصح هذيك التعاضديه حنا كنا ظالمين راه بصح هي هذا الشيء اللي خصنا ندير يعني بحال اللي حنايا كيفاش كنديروا كنحلوا النقاش الوطني وكذلك باش هذا الشيء يبقى يطحن ويعاود ويعاود حتى لواحد النهار كيشوفوا الناس بانه راه صحيح هذا الشيء هو اللي خصو يكون وهذه هي الفلسفه اللي خصها تكون وبانه داك ديك التخمينات وداك الشيء اللي كيبغي الواحد يحرف هاد المقال صح راسو وهاد سميتو الجمله لراسو راه ماشي صحيح هكا باش خصنا نخدموا في هذا الشيء.